اهلا بكم اعزائنا المشاهدين. ان شاء الله في الفيديو ده نقدم لكم موبايل مميز جدا، موبايل خرافي في الفئة المتوسطة، هو من شركة هواوي، هو الهواوي نوفا 12 اس. في الفيديو ده تعرف كل حاجة عن الموبايل، تعرف مميزاته، تعرف عيوبه، تعرف مواصفاته، تعرف سعره، هتعرف كل حاجة عنه. مش هتخرج من الفيديو ده الا لو انت عارف كل كبيرة وصغيرة عن الموبايل. متنسناش من اللايك الجميل، يلا بينا نبدأ ونقول بسم الله. تصميم الموبايل هنا جاي من الإزاز اللي هو الظهر مع فريم أو إطار من البلاستيك. وزن الموبايل 168 جرام، وده وزن خفيف جدا في الإيد. الموبايل بيدعم تركيب شريحتين 4G، وللأسف مفهوش مكان لتركيب كارت موبايل. شاشة الموبايل ده من نوع أوليد، القياس بتاعها 6.7 بوصة، والدقة بتاعتها 2412 في 1084 بكسل. الجودة بتاعتها فول اتش دي بلس، وكثافة بكسلات 395 بكسل لكل بوصة. معدل التحديث بتاع الشاشة دي 120 هرتز، والشاشة دي بتدعم ال HDR وبتدعم 1 مليار لون. فالشاشة هنا شاشة كويسة جدا ومفيش أي اختلاف عليها. المعالج اللي موجود في الموبايل ده هو من شركة كوالكوم، هو السناب دراجون 778 جي. ده معالج ثماني النواة، دقة التصنيع بتاعته 6 نانومتر، والمعالج الرسومي اللي موجود فيه هو الأدرينو 642 ال. المعالج ده معالج كويس جدا وهيسد معاك سواء في الاستخدام اليومي أو في الألعاب. نظام التشغيل في الموبايل ده هو السوفت وير الخاص بهواوي، وهو الـ MIUI 14، ولكن للأسف مفهوش خدمات جوجل. الموبايل نزل عندي بنسخة واحدة بس، هي الـ 256 جيجا، مساحة تخزين داخلية مع 8 جيجا رام، وزي ما قلنا مفهوش مكان لتركيب كارت ميموري. الكاميرات في الموبايل ده، الكاميرات الخلفية هما كاميرتين، الأساسية 50 ميجا بكسل فتحة عدسة F1.9، والتانية 8 ميجا بكسل فتحة عدسة F2.2، ودي بتاعت الألترا وايد أو التصوير الواسع. الكاميرات الخلفية هتلاقي فيها فلاش، وبتدعم البانوراما والـ HDR، وبتصور معاك فيديوهات لحد 4K. أما الكاميرا الأمامية فهي كاميرا واحدة بس، 60 ميجا بكسل فتحة عدسة F2.4، وبتدعم الـ HDR، وبرضه بتصور معاك فيديوهات لحد 4K. كاميرا السيلفي هتاخد منها أداء خرافي، دي من أكتر ما يميز الموبايل ده، والكاميرات الخلفية برضه هتديك أداء كويس. البطارية في الموبايل ده 4500 ملي أمبير، وبتدعم الشحن السريع 66 واط، يعني تقدر تشحنها من 0 ل 62% في ربع ساعة بس، ومن 0 ل 100% في 30 دقيقة بس. وبرضه بتدعم الشحن العكسي اللي هو تقدر تشحن منها بعض الحاجات زي الباور بانك كده. الموبايل للاسف ما فيهوش منفذ 3.5 مللي بتاع السماعات. السماعات اللي جايه فيه سماعات ستيريو، في ان اف سي، في بصمه تحت الشاشه، في فيس انلوك، للاسف مستشعر التقارب مش موجود، سوفت وير يعني. الموبايل نازل عندي بالوان الاسود والابيض والازرق واللون الذهبي. طيب سعر الموبايل ده كام؟ سعر الموبايل ده حوالي 420 دولار للنسخة الوحيدة اللي هي 256، مساحة تخزين داخلية مع 8 جيجا رام. والموبايل ده نزل في السوق السعودي ب 1600 ريال، ونزل في السوق الاماراتي ب 1600 درهم اماراتي. طب سريعا كده، ايه هي اهم مميزات الموبايل ده وايه هي اهم عيوبه؟ اهم عيوبه عندي ان مفيهوش مكان لتركيب كارت ميموري، مفيهوش مقاومة مية وغبار، مفهوش خدمات جوجل، مفهوش منفذ 3.5 مللي بتاع السماعات، مستشعر التقارب اللي موجود في الموبايل ده سوفت وير مش هارد وير. البطارية بطارية كويسة جدا، ولكن الساعة بتاعتها قليلة شوية اللي هي 4500 مللي امبير. طب ايه اهم مميزات الموبايل ده؟ عندك وزنه خفيف جدا في الايد، التصميم بتاعه جاي من الازاز، الشاشة بتاعته كويسة جدا، معالج قوي، كاميرا السيلفي هتديك اداء خرافي، وبرده الكاميرات الخلفية هتديك اداء كويس، هتلاقي فيه سماعات ستيريو، هتلاقي فيه ان اف سي، هتلاقي فيه بصمة تحت الشاشة، هتلاقي فيه فيس انلوك. البطارية لو خلصت معاك هتقدر تشحنها في 30 دقيقة بس. كده قلنا لكم كل حاجة عن الموبايل، اتمنى يكون الفيديو عجبكم، اشوفكم فيديو جديد، سلام عليكم.